السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة المبيدات الزراعية. والنهاردة زي ما وعدتكم هنتكلم عن منظمات النمو الحشرية المعروفة بالاي جي ار. يقدمها لكم كريم خلف، ماجستير العلوم الزراعية. اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه منظم نمو حشري. هنقول ان منظمات النمو الحشرية مواد كيميائية مصنعة يتم استخدامها في مكافحة الحشرات، وذلك عن طريق إحداث تغيرات في نموها الطبيعي. يعني بيتم عملية، يعني المبيدات دي عبارة عن مسرعات لعملية الانسلاخ أو مثبطات لعملية الانسلاخ أو مناعات لعملية الانسلاخ. بتدخل في عملية الانسلاخ ما بين طور إلى آخر، بتوقف عملية الانسلاخ أو بتسرع عملية الانسلاخ، فيحدث تشوه للحشرة وبالتالي بتموت أو بيتم القضاء عليها. في مجاميع كيميائية كتير بتتبع المنظمات النمو الحشرية، أشهرها على الإطلاق وهي مجموعة البنزايل يوريا. مجموعة البنزايل يوريا من أكبر المجموعات الكيميائية تبع الـ IGR، يتبعها أكتر من مادة فعالة، حوالي 7 مواد فعالة. كل المواد فيها مادة أو أكتر مسجلة في مصر. هنبدأهم هنا عندنا على الشمال مادة اللوفينفورون. مادة اللوفينفورون دي من أشهر المواد الفعالة التابعة لمجموعة البنزال يوريا والمواد مناعة الانسلاخ. مسجل منها في مصر السايمكس والسيجاتوب ماتش الكاليفرون والروماتين واللوفوكس. واللوفوكس فيه لوفينوفرون مع الفينوكسيكار. عندنا المادة الفعالة التانية واللي هي داي فلو بنزيرون، ودي مسجل في مصر الديفلوكس والديفلوريد 48% دبليو بي، وعندنا الديسيلين 48% اس سي. عندنا مادة فعالة اللي هي الهيكسا فلوميرون، ودي تبعها مادة الديمورون مسجلة في مصر 10% اي سي. وعندنا مادة فعالة التفلو بنزيرون، ودي اللي مسجل فيها في مصر اللي هي النمولت 10% اي سي. عندنا الترايفلوميرون، ودي مسجل في مصر السيستين 48% اس سي. عندنا الفلوفينوكسيرون، ودي مسجل في مصر الفلوكسايد والكيلجرون. عندنا الكلورو فلوزيرون الكلورو الكلورفلورازون، وده عندنا مسجل في مصر التوبرون والكابروس. هنبدأ نتكلم عن مادة فعالة عن المواد دي، ونبدأ نعرف ايه هي مميزاتها. عندنا اول مادة فعالة معانا وهي مادة الليفينوفورون. تعتبر من اقوى وافضل مناعات الانسلاخ للديدان التي تتغذى على الاوراق والثمار، حيث أنه يؤثر على الديدان والحشرات عن طريق التغذية والملامسة. يبقى تأثير المادة الفعالة دي عن طريق التغذية والملامسة. هي مادة مانعة للانسلاخ، وذلك عن طريق منع تكوين طبقة الكيتين اللازمة لعملية الانسلاخ. فبعد الرش تتوقف الديدان عن التغذية، يحدث النمو التدريجي خلال 48 ساعة فيقوم بوقف الضرر مباشرة. وفي ملحوظة إن أنا نسيت أقولها في الأول، إن منظمات النمو الحشرية دي يعتبر من أحدث المبيدات الحشرية الموجودة عندنا، ومن أحدث المجموعات الحشرية، وكلها واخد اللون الأخضر قليلة السمية. قابلية الخلط بالنسبة للوفينوفورون، لا يقبل الخلط مع الكلوروسانونيل، المانكوزيب، الميتالاكسيل، هيدروكسيد النحاس، اكسوكلورو النحاس، الكبريت، الكورمايزين والاميتراز. في المواد الفعالة التانية بيفضل إجراء تجربة خلط مع المواد الأخرى وتجربة خلط مصغرة قبل خلط كميات كبيرة. فترة التحريم عندنا من 3 ل 15 يوم. المواد الفعالة اللي أنا قلت إن هي لا تقبل الخلط دي، عن طريق أبحاث وجدت إن المادة الليفينوفورون لا تقبل الخلط مع المواد اللي موجودة قدامنا. المادة الفعالة التانية اللي هنتكلم عنها واللي هي الديفلو بنزيرون، وده مبيد منظم لنمو الحشرات يؤثر على البيض واليرقات. يبقى الليفينوفورون كان بيأثر على اليرقات، الديفلو بنزيرون ده بيأثر على البيض واليرقات ويمنع من الانسلاخ ولا يؤثر على الحشرة كاملة، ولذلك يجب الاستخدام في بداية الإصابة. يستخدم لمكافحة العديد من الآفات الحشرية التي تصيب الخضروات والفاكهة والبرسيم. من مميزات المادة الفعالة إنها بتستخدم في المكافحة المتكاملة الـ IBM، وغالبا جميع الـ IGR بتستخدم في المكافحة المتكاملة، ودي طبعا لأنها لا تؤثر أو تأثيرها قليل على الأعداء الحيوية، والسمية بتاعتها قليلة، وفترة التحميل بتبقى قليلة، فلذلك بتدخل في برامج مكافحة الـ IBM.
بيبدأ الرش في مراحل الإصابة الأولى، ويعاد الرش كل 2 ل 3 أسبوع على حسب شدة الإصابة. القابلية للخلط لا يوجد تعليمات، مفيش تعليمات خاصة بالخلط. يجب استشارة الشركة المنتجة أو وكيلها أو عمل تجربة الخلط. فترة التحريم عندنا 15 14 يوم. المادة الفعالة الثالثة واللي هي الهيكسا فلوميرون، هيكسا فلوميرون مبيد جهازي، المبيدات اللي قبل كده ما كانتش جهازية، ده مبيد جهازي منظم للنمو، يمنع يؤثر على اليرقة والبيض، يبقى بيؤثر على اليرقة والبيض، يمنع تخليق الكيتين، ويستخدم على العديد من الحشرات، ويدخل ضمن برامج مكافحة التوتا أبسولوتا. القابلية للخلط لا يوجد تعليمات خاصة بالخلط زي فكرة المبيد اللي فات، المادة الفعالة اللي فاتت، ويجب استشارة الشركة أو وكيلها أو عمل التجربة. فترة التحريم من 3 ل 14 يوم. التفاوت الكبير ده بيرجع للمادة الحاملة وبيرجع للمحصول اللي هيترش عليه والتركيز. عندنا المادة الفعالة التفلوبنزيرون، التفلوبنزيرون وده مبيد حشري يستخدم كمتحفرات الأنفاق والديدان. يعمل المبيد بشكل أساسي على اليرقات عن طريق المعدة، يبقى عن طريق التغذية. يتم التهام أجزاء النبات المعالجة، تتوقف اليرقة سريعا عن التطور، وتتوقف الحشرة عن الأكل. للحصول على أفضل نتائج يجب التدخل قبل فأس اليرقات الأولى، أما إذا كان مطلوب قتل البيض فيفضل استخدام المبيد قبل وضع الحشرات للبيض. القابلية للخلط، قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية في حالة استخدام المعدلات الموصى بها، يبقى قابل للخلط ولكن في حالة استخدام المعدلات الموصى بها، وده الكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده، إن أنا لما بزود التركيزات بيحصل عندي مضاعفة، يبقى لابد من استخدام المعدلات الموصى بها. فترة التحريم 10 أيام. المادة الفعالة التانية اللي هي الترايفلوميرون، وده مبيد حشري من الانسلاك غير جهازي، يستخدم من برامج المكافحة المتكاملة خاصة في الفاكهة والخضروات. متخصص لمكافحة الحشرات القارضة مثل الديدان ومصليات الأرجل الجراد نطاطات الأوراق والصراصير. له طريقة فعل تختلف تماما عن المبيدات الحشرية، حيث يمنع انسلاك الأطوار اليرقات الحشرة. القابلية للخلط، قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية الفطرية في حالة استخدام المعدات الموصى بها. فترة التحريم من 3 ل 10 أيام. المادة الفعالة التانية اللي معانا اللي هي الفلوفينوكسيرون، وده مبيد عناكبي حشري مانع للانسلاخ، يقضي على مختلف أنواع العناكب والحشرات عن طريق منع تشكيل الكيتين، بالإضافة إلى تأثيره على الإناث البالغة حيث تضع بيوتا عقيمة، البيض بتاعها بيكون عقيم غير قادرة على الفأس. تتوقف الآفة المعاملة عن التغذية بعد الرش مباشرة وسرعان ما تبعد. النتائج المتحصل عليها تشير إلى أن ضرورة استخدام الفينكسورون في المراحل الأولى للإصابة نظرا لتأثيره الفعال، كما أنه آمن للحشرات النافعة، لذلك يعتبر من المبيدات الهامة في برامج المكافحة المتكاملة. القابلية للخلط، قبل الخلط مع العديد من المبيدات الحشرية والفطرية والعناكبية، ويفضل إجراء اختبار الخلط قبل الاستخدام. فترة التحريم 10 أيام. المادة الفعالة اللي بعد كده معانا وهي الكلوروفلوروزون، مبيد حشري من مجموعة مثبطات النمو IGR، سريع المفعول، قليل السمية، من مجموعة البنزال اليورية الحديثة المثبطة للنمو. يعمل على مكافحة الديدان والشرانب في محاصيل الخضر والفاكهة نباتات الزينة، وذلك عن طريق تثبيت تخليق الكيتين، مما يؤدي إلى موت الحشرات خلال 4 أيام، ويمنح فترة حماية طويلة للمحصول. احنا لو لاحظنا من الكلام عن المواد الفعالة الخاصة بالبنزال اليورية كلها بتشترك في إنها مبيدات بتثبط عملية النمو، مبيدات تتبع مجموعة البنزال يوريا، كلها مبيدات قليلة السمية تستخدم في برامج المكافحة المتكاملة. طريقة الخلط كلها قريبة من بعضها ما عدا الفينوفرون، لأن حصل عليه دراسات كتير أكتر من المواد الفعالة التانية. الرؤية العامة، ومبيد واخد العلامة الخضراء كلها، واخد العلامة الخضراء، يستخدم في برامج المكافحة المتكاملة. تقريبا فترة التحريم بتبقى كلها قريبة من بعض، في حدود من 3 ل 14 يوم، يعني هنا عندنا المادة دي 7 أيام. القابلية للخلط، يمكن خلطه مع معظم المبيدات عدا التي لا تفاعل قوي مثل الكبريت القابل للبلل، يفضل إجراء الإيه التجارب. بعد كده عندنا مجموعة كيميائية تانية، يبقى كده احنا خلصنا ال7 مواد فعالة الخاصة بالبنزال يوريا. هنبدأ في مجموعة تانية اللي هي الدايا كلاهيدروازين.
المجموعة دي بيتبعها 2 مادة فعالة مانعة للانسلاخ، المادة الأولى اللي هي الكروما فينوزيد والميزيكسي فينوزايد. الكروما فينوزيد ده مسجل في مصر مادة الفيرتو 5% اس سي، والميزوكسي فينوزايد مسجل عليه الرينر 24% اس سي. هنبدأ نشوف المادة الفعالة الأولى واللي هي الكرومو فينوزايد، وده مبيد حشري منظم للنمو يؤثر على عملية الانسلاخ في الحشرات وخاصة الحشرات من رتبة حرشفية الأجنحة الديدان. يبقى بيأثر على الديدان من رتبة حرشفية الأجنحة. تتوقف الحشرة عن الأكل خلال ساعات قليلة، ويعمل المبيد انسلاخ مبكر للحشرة فتموت. يعمل المبيد انسلاخ مبكر للحشرة فتموت. يبقى ده مسرع لعملية الانسلاخ زي ما اتكلمنا في الأول. الأبليه الخلط يمكن خلطه مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية عدا التي لها تفاعل قلوي، نفس فكرة المبيد اللي فات. فترة التحريم 7 أيام. عندنا المادة الفعالة التانية التابعة للمجموعة الميزوكسي فينوزايد، ودي بالظبط نفس الوصف للمادة الفعالة اللي فاتت، إنه مبيد حشري منظم للنمو يؤثر على عملية الانسلاخ بعملية مسرع للانسلاخ خاصة رتبة حرشفية الأجنحة خاصة بالديدان. الحشرة بتتوقف عن الأكل وبتموت لسرعة عملية الانسلاخ. الأبلية الخلط قابل للخلط مع معظم المبيدات وما عدا التي لها تفاعل قلوي مثل الكبريت القابل للبلل، ويفضل إجراء التجارب فترة التحريم من 7 ل 14 يوم. بعد كده عندنا مجموعة التريازين. مجموعة التريازين هناخد فيها مادة فعالة اللي هي السيرمايزين. السيرمايزين والسيرمايزين دي مسجل عندنا في مصر 2 مادة فعالة، 2 مادة تجاري، تريجارد 75% وتابول باودر أو 10% اس ال، والتريفا 75% وتابول باودر. هنبدأ نشوف السيرمايزين ايه الخصائص بتاعته. هو مبيد جهازي ينتقل بسرعة داخل الأجزاء النباتية المختلفة، يكافح حركات صناعة الأنفال، يعمل على اختلال التوازن الهرموني. يبقى المادة دي بتعمل على اختلال التوازن الهرموني اللازم لحدوث انسلاخ اليرقة ويمنع تطويرها. يوفر حماية تمتد من 2 ل 3 أسابيع بالرش على النبات أو عن طريق التربة. يبقى بيستخدم رش أو حقن عن طريق التربة. القابل للخلط يمكن خلطه مع معظم المبيدات ما عدا التأثيرات القلوية مثل الكبريت والنحاس. يفضل إجراء تجارب محدودة قبل الرش على نطاق واسع فترة التحريم من 7 ل 14 يوم. بعد كده عندنا الجوفينايل هرمون ميميك، ودي تبعها البراي بروكسيفين بريبوكسيفين البريبوكسيفين، وده في الجنرال والادمافين والادميرال والبروكسيمو والجلاستر كلهم 10% اي سي. دي كلها مواد مسجلة في مصر تابعة للبريبوكسيفين. البريبوكسيفين المادة الفعالة دي هي خصائصها البايروكسيفين منظم نمو حشري فعال بتركيز منخفض لمكافحة الذبابة البيضاء. طبعا ده من المبيدات المهمة جدا لمكافحة الذبابة البيضاء لأن ليه طريقة فعل مختلفة. يمنع فأس البيض، يعمل عملية اختلال للنمو والتطور للحريات مما يؤدي إلى موتها. لا يؤثر على الجهاز العصبي للحشرة، فهو مختص في مراحل معينة من حياة الحشرة دون غيرها. آمن على البيئة والأعداء الحيوية. تظهر فعالية المبيد خلال الأسبوع الأول بعد المعاملة، ويمتد تأثيره على البيض والحريات من 3 ل 5 أسابيع، ودي ميزة رائعة جدا. قابلية الخلط يمكن خلطه مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية عدا التي لها تفاعل قلوي مثل الكبريت القابل للبلل. يفضل إجراء تجارب محدودة قبل الرش على نطاق واسع فترة التحريم 3 أيام. يعني هو بيعمل معايا تأثير على البيض والحريات من 3 ل 5 أسبوع، وفترة التحريم عند المبيد 3 أيام فقط. عندنا السيادياسين، دي مجموعة كيميائية يتبعها مادة فعالة البوبروفيزين، ودي مسجل في مصر الأبلود والأوفرلود والبيبرولود. مادة البوبرو
البوبروفازين، البوبروفازين دي مبيد عناكبي، يؤثر بالملامسة، يبقى ملامسة ليس جهازي، يؤثر عن طريق الملامسة أو المعدة عن طريق منع الانسلاخ الغير بالغة للحشرات مؤدين إلى موتها، كما يؤثر على الإناث البالغة فتضع بيوتا ميتة، لا ينتقل في عصارة النبات ويمكن استخدامه ضمن برامج المكافحة المتكاملة الأبلية للخلط، لا يخلط الفنتروسون، لا يخلط مع الفنتروسون فنتريسيون معنى محصول الطماطم، ويوصي بعمل تجربة مصغرة قبل كميات كبيرة، كما يجب البدء بالرش فورا بعد انتهاء الخلط. يبقى في حالة خلط هذه المادة يجب الرش فورا بعد انتهاء الخلط، ودي يفضل في أي خلط للمبيدات. فترة التحريم من 3 ل 14 يوم. بكده هنكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، وإن شاء الله أوعدكم في أسرع وقت هنتكلم عن مجموعة البيرسرويد، ودي اللي هتكون معانا في الفيديو القادم بإذن الله. ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير للفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.